الله معكم من جديد ومع كلمة جديدة من كلمات يسوع الصعبة بالإنجيل. اليوم عنا آية كتار كتار منا بيطرحوا السؤال وشو المقصود فيها. بتقول هالآية من إنجيل متى الفصل 12 الآية 31: لذلك أقول لكم كل خطيئة وتجديف يغفر للناس، وأما التجديف على الروح فلن يغفر، ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، أما من قال على الروح القدس فلن يغفر له، لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة. أكيد بتوافقوا معي إنه هالكلمة صعبة كتير. مش صعبة إنه نقول شو هو التجديف يمكن، بس الصعب نقول إنه لا يغفر له لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة. يسوع يلي منعرفه بشرنا بغفران الآب، بالله الرحمة، بالله المحبة، ويلي بيطلب منا التوبة لحتى نرجع إلى حضن الآب، بيقلنا في خطية ما بتنغفر لا هلأ ولا بالآخرة. خلينا نشوف سوا شو إطار النص بإنجيل متى الفصل 12 وبعض المفاتيح يلي بتساعدنا نفهم أكتر هالآية القاسية ويلي بتخلي قسم منا يقول يمكن عندي عقدة بالذنب، هل يا ترى جدفت على الروح القدس أو لا وكيف؟ أول نقطة هي الإطار، إطار النص. بالبداية قبل النص مباشرة بنقرأ بالفصل 12 جدال عنيف وقوي شوي بين يسوع والفريسيين حول العمل يوم السبت. بيصير في نقاش إنه ليش أنت بتشتغل يوم السبت؟ ليش تلاميذك بيفركوا القمح تياكلوا يوم السبت؟ وبيجاوبهم يسوع: نسيتوا شو بيقول الكتاب المقدس عن الملك داود؟ إنه لما جاع فات هو ورفقاته وأكلوا الخبز المقدس بالهيكل. فإذن إذا تلاميذي كانوا جوعانين وفركوا شوية سنابل قمح يوم السبت، عملوا مثل داود والعسكر تبعه. وكأنه بهالإطار عم بيذكرنا يسوع بوجه الشبه بينه وبين داود. بهالوقت بالكتاب المقدس العهد القديم كان الملك داود منبوذ ملاحق، بدهم يقتلوه أتباع الملك شاول. وبهالوقت كمان يسوع مرفوض من قبل الكتبة والفريسيين، ملاحق ناطرينه على غلطة. فإذن منلاقي إنه في هالملك يلي جاي كمان مثل الملك داود، ولو كان بطريقة أخرى أو هو ابن الله منه ملك فقط زمن. تاني شي بالإطار مباشرة من بعد هالجدال يوم السبت بيقوم يسوع بمعجزات وبآيات وبيطرد شياطين. فبيقولوا هن زيتهم هالفريسيين اللي كانوا عم بيناقشوه على يوم السبت، بيقولوا إيه أكيد بيقدر يطرد الشياطين لأنه برئيس الشياطين بعلزبول عم يطرد الشياطين. لو ما كان هو من أتباع الشيطان كيف كان ممكن يقدر إنه يطرد الشياطين؟ ساعتها يسوع بيعطيهم هالمثل، بيقول لهم: بيقدر يا ترى الإنسان ينهب بيت الشخص القوي إذا ما ربط القوي بالأول؟ كيف بتقولوا إنه أنا باسم رئيس الشياطين عم بطرد الشياطين؟ لبل على العكس، إذا كنت عم بطردهم لأنه إجا الملكوت معناتها أنتوا قبلتوا ومعناتها إجاكم الفرج، إجاكم الخلاص. مجرد ما عم بتقولوا هيدا بالعكس منه الملكوت، هيدا ملك الشيطان، وعطاهم ساعتها من يجدف على الروح القدس لا يغفر له، بينما اللي بيجدف على ابن الإنسان أو بيقول كلمة معقولة ينغفر له. فإذن هالفريسيين مشكلتهم أنه عملياً ما بيقدروا ينكروا معجزة عظيمة أو شفاء أو طرد شياطين عملوا يسوع. ما بيقدروا يمشوا ضد الواقع. شو بدهم يعملوا؟ عم بيجربوا يحوروا الواقع، عم بيجربوا يفرجوا هالخير يلي عم يعملوا يسوع وكأنه شر مطلق. عم بيجربوا يفرجوا للناس أنه كل شيء يسوع عم يعمله منيح هو دافع تبعه سيء وشرير. بهالإطار فينا نفهم أكتر شو هو التجديف على الروح القدس. فإذن المفتاح إنه الرافض يسوع أو هاللي رافضين يسوع، رافضين يشوفوا فيه ابن الله، ما بيقدروا يطعنوا بالمعجزات يلي قام فيها، عم يطعنوا بالدوافع، عم يحكموا على ابن الإنسان إنه منه ابن الله لبل هو ابن الشيطان.
وهون بيعطينا المفتاح لنفهم شو هو التجديف على الروح القدس. إذن التجديف على الروح القدس منه تجديف بالكلام، إنه واحد قال مسبي، قال كلمة سيئة، جدف بالكلام إذا كان منرفز، مش هيدا التجديف على الروح القدس. بإطار النص تجديف هو إنه نشوف الشر مطرح الخير والخير مطرح الشر، هو تحويل المعايير، هو إنه الإنسان يوضع نفسه مثل آدم الأول مطرح الله ليقول إنه هو سيد الخير والشر، مش الخير يلي الله بيوصي فيه، مش الخير يلي ممكن يكون خير للآخرين، الخير هو مصلحتي، ممكن إنه اقتل اسرق إذني أعمل حيالله شيء على شرط إنه يخدم مصلحتي، يخدم السيطرة على الآخر، يخدم إنه كون أنا مطرح الله. هيدا التجديف على الروح القدس، إنه هالجماعة عم يعطوا إبليس دور الله وعم ينكروا دور الله بالملكوت. لا يغفر له، لا يغفر له، مش لأنه غلطان أو معمي قلبه أو منه قاشع أو ما بيعرف، لا يغفر له لأنه ما بده يعرف، ما بده يشوف، ما بده يعترف، ما بده يعترف إنه قوة الروح هي قوة الخير، إنه قوة الله هي قوة الخير. يعني مثل ما قلت، عم يوضع نفسه الإنسان محل الله لأنه هو اللي عم بيحدد وين الخير وين الشر. إذن هيدي هي خطيئة الإنسان الأول، هي خطيئة كل إنسان بيتعرض لها إذا ما تواضع وإذا ما قدر يقول بالعكس، حتى لو كان بوقت من الأوقات ما عم شوف صح، الحقيقة خلا تفرض نفسها علي، خليني أمشي بالحقيقة، ما أكون أعمل بصيرة والقلب، ما أحكي بس إنه قصة ظروف انفعالية تخليني غير منطق الرب، منطق الخير ومنطق الشر. بالمختصر، التجديف على الروح القدس هو التصلب الواعي ضد الخير، ضد عمل الله، ضد الاعتراف بابنه. من شان هيك إذا كنت بعترف إنه الله المحبة، الله الخير، الله الرحمة، ممكن أعمل أخطاء كتير، ممكن تنغفر لي، طبعاً تنغفر لي، ولكن اللي مش ممكن ينغفر هي إنه شوف الخير ولكن ما بدي اعترف فيه، حتى تابع استغلالي للآخر، سيطرة على الآخر، تسيير الآخر تفرجيه الشر خير والخير الشر. هالثلاث نقاط المهمة يلي بتشرح لنا شو هو التجديف على الروح القدس رح كملهم بنقطتين صغار، هو إنه مثل ما قلنا التجديف مش بالكلام، هو بالموقف. فإذا التجديف ضد ابن الإنسان لأنه شايفين إنه يسوع ابن الإنسان، بعد ممكن إنه ما يعرفوه إنه المسيح، معلش شوي شوي بيتعرفوا عليه، ولكن إنه يرفضوا يعتبروا حالهم هن علماء الشريعة وبيميزوا عمل الله وبيميزوا شفاء المرضى وبيميزوا كل شيء وبياخدوا موقف ضد الله. إذن هو رفض الحقيقة ومحاولة تغييرة بعيون الآخرين يلي شايفين. منشان هيك النقطة الأخيرة اللي بدي أتوقف عندها أنا وياكم هي قصة لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة. مين اللي بيحكم؟ الله هو الديان، الله هو الحاكم. ما فينا نحنا نحط حالنا مطرح الله ونقول لهم لا ما تمشوا هيك، مثل الفريسيين والكتبة يلي عم بيقولوا لهم إذا مشيتوا أمنتوا فيه كأنكم ماشيين مع الشيطان. يسوع ما بيقول جدفوا على الروح القدس وإنتوا عم بتجدفوا، ما بيقولها بالماضي. النص بيفرجينا بالعكس إنه في إنذار، وكأنه عم بيقلنا أنتوا اللي عم تسمعوني يمكن معرضين لهالخطر، بس هيدا منه إلا تنبيه، منه إلا إنذار، انتبهوا، رجعوا، بعد في مجال للتوبة، في فصحى للتفكير، في فصحى لتغيير الموقف. خلينا ما نرفض هالحوار مع الله، حتى لو كنا مقتنعين 100% أحيانا ببعض الآراء، خلينا نرجع ننفتح على الحوار مع الله، على الحوار مع الآخر. ما نحكم مين بيجدف ومين ما بيجدف، نترك حالنا بين إيدين الرب ونقول له نحن منفتحين لحقيقتك، حتى لو بينت لنا أحياناً مختلفة عن الحقيقة يلي نحن متمسكين فيها. إن شاء الله إخوتي نمشي على هالطريق ونعرف نشوف الخير والجمال والحقيقة وما نرفضهم، ونعترف دايماً بيسوع المسيح ابن الله الطريق إلى الآب. ما تنسوا عنا موعد
مرة جاية مع حلقة جديدة. الله معكم.